لا ما شاء الله، ده العمليه يعني اكبر كمان من مجرد التحكيم، ده تحكيم ووكاله لاعبين وحدوته كبيره. اولا عايزين نعرف منك باختصار الحدوته دي ابتدت امتى وازاي، وايه اكتر حاجه شدتك لهذا العالم، عالم كره القدم وتحديدا التحكيم ووكاله اللاعبين؟ تمام. انا في البدايه اصلا شغاله صحفيه رياضيه في عده مواقع رياضيه وكده، حابه مجال الكوره ومجال الرياضي. شغاله بقالي اكتر من 6 7 سنين في المواقع الرياضيه وفي الماتشات وبراقب ماتشات وكده. جه ترشيح للاتحاد الكوره ان انا يختاروني من ضمن مجموعه فتيات للعمل كمراقبه ماتشات وكده، وتم التواصل معايا ونزلت ماتشات، ماتش واتنين وكده في الدوري الممتاز للكره النسائيه. جميل. طب وبالنسبه لوكاله اللاعبين؟ والله وده برضو دي حاجه ملف عايزه تقيل جدا. عايزه حاجات، عايزه متطلبات معينه، وعايزه طبيعه يعني شخصيه معينه. انا طبيعه شغلي ان انا ببقى لازم موجوده في الماتشات، يعني انا بتنقل من، انا بغطي مجموعه الصعيد عموما، فبشوف بروح ماتشات من اسوان لغايه الفيوم مثلا. بحضر ماتشات، بشوف بقى اللعيبه. انا شايفه ان انا مثلا متمرسه في الموضوع وعيني كويسه في اللعيبه، بتابع، ببقى شايفه اللعيب ده كويس في مركزه، اللعيب ده ينفع يلعب في نادي كذا. شغلي في المواقع الرياضيه وفي الصحافه مديني كمان يعني سهل لك الامور شويه بالظبط كده، ان انا اتواصل مع مجالس الادارات ومع المديرين الفنيين، بعرض اللعيب، بيبقى في موافقه عليه، تمام يعني.